أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم لم يحدث تغيير جذري على الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية. استمرت الأجواء حارة في عموم مناطق المملكة، تكاثرت كمية من الغيوم الركامية الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن اعتبارا من يوم غد أو تحديدا يوم غد الأربعاء يتوقع أن تشتد حالة عدم استقرار الجوي هذه المرة في المنطقة الجنوبية الغربية، تتسع رقعة الأمطار وتكون غزيرة في بعض المناطق التي ستعمل على تشكل السيول بإذن الله. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، ونبدأها بالخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة وخلال اليومين القادمين، واعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، تعطي زخات رعدية من الأمطار، هي زخات الأمطار الرعدية اليومية الموسمية تتراجع فرصها خلال ساعات الليل. لكن يوم الأربعاء تتدفق المزيد من كميات رطوبة إضافية في طبقات الجو المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية الغربية، وبالتالي تتسع رقعة تأثير الغيوم الركامية لتشمل عموم منطقة جازان، عسير، الباحة، الطائف، مكة المكرمة، وصولا حتى المدينة المنورة. تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض المناطق، خاصة في منطقة الطائف ومرتفعات مكة المكرمة، وأيضا أجزاء من عسير وجازان وربما حتى مرتفعات الطائف. خلال ساعة الليل تتراجع هذه الغيوم الرعدية، لكن يوم الخميس بإذن الله تتراجع شدة الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، لكن تبقى الفرصة مهيئة لبعض التشكلات المحلية فوق مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 38 درجة مئوية مع أجواء صافية، أما الصغرى 27. يوم الخميس 41 إلى 27 درجة مئوية، أما يوم الجمعة 39 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 27 درجة مئوية كحرارة مقاسة الملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة بالمجمل. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء نبدأ كالعادة، شمالا من تبوك طقس صافي 37 إلى 23، سكاكا 38 إلى 26، وعرعر 38 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 41 إلى 30 درجة مئوية، جدة 34 إلى 30، أحوال جوية غير مستقرة في كل من مكة المكرمة والطائف، مكة المكرمة 41 إلى 29، أما الطائف 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، كما ذكرنا هناك اشتداد في حالة عدم استقرار الجوي في عموم المنطقة الجنوبية الغربية يوم الأربعاء. أبها زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 18، الباحة 26 إلى 16، أما جازان زخات رعدية من الأمطار مع 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 39 إلى 28، حفر الباطن 40 إلى 25، والإحساء 40 إلى 26 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الوسطى نبدأ من العاصمة الرياض، أجواء صافية 38 إلى 27، بريدة 39 إلى 27، أما حائل 38 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء.